على باليش من العمر هادو كنت في لا ديفونس. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير اليوم جيت ندير معاكم واحد الفيديو بدون مونتاج بدون ولا شيء. انا في لا ديفونس معروضه عند واحد الناس من الامارات، لا عمر غادر دوك عرضوني نتغدى عندهم برياني، هما يطيبو وانا غادي ناكل وصورت. ان شاء الله تشوفون هذا الفيديو لان ضحكنا فيها دوزنا واحد العشيه زوينه. ان شاء الله انتم تاني تعجبكم هذا الفيديو. ايوا على بركه الله، دونك هذا الشيء اللي كاين. ايوا تبعوا معايا حتى الاخر لان والله ضحكنا بزاف. شيء عوره سلام الحاجة خلعتيني. سلام الحاجة، غدا ديري لنا اش غديري لنا اليوم؟ برياني. برياني اوكي برياني. الحاجة هذه من الامارات، مرحبا. ايوا انا جيت عندها. هذا الملح، هذا الملح اللي بس يغلي الماء ويحط الرز. يعني هذا فورنا فيه هذا الماء، فورنا فيه اللحم وبعدين طلعنا اللحم حطيناه هنا. اوكي وهو الماء نفسه بنغلي فيه الرز. طيب خلاص بس يغلي الماء يحط الرز لانه يكون بارد. يعني اللحم بس اللحم مستوي، مستوي بس في الماء، الماء وملح شويه وبصله عشان عن الريحه. اوكي وبعدين غتسوي البهارات. بهارات بحط اللحم، بحط البهارات والزعفران والهكذا. يعني نستنوا شوية. ايه بس ايه بس اكري هذا الزينة. يعني حطيتي بصل. بصل شوية زيت. شوية زيت. يلا حطي سلام دي. ايه هكا دابا كاع كل صديقاتي والناس اللي تفرجوا في الفيديو هذه يطلبوا معاك ان شاء الله الشفاء باش ترجعي لبلادك ان شاء الله بالصحه والسلامه. الله يسلمك يا ربي امين. الحمد لله انت وقفتي على رجليك، هذه فرحه كبيره. الحمد لله اللي فورنا فيه اللحم. اوكي ما شاء الله. دابا البصل استوى حطيتي عليه اللوز. اللوز بالقشور ولا شلتي؟ اه شلتي القشور. اوكي كيف تشلي القشور؟ تحب تصبين عليه ماي حار. اوكي خلينا داخل الماء الحار. بعدين حطيتي المشمش او حتى هذاك الزبيب الصغار. اها اللي ما موجود ها هنا صوري. اكيد صح. والله والبيض. شوية الزعفران. هذا الزعفران حر؟ لا والله عصارين من هنا. اه. هذا الخضار ما عليهم يكتبون. هو حر هذا. هذا هذا هو. لا والله نحنا كنا ناخذ بالشعر. ايه وراه هو مطحون. هو هذا. زي الذهب. ايوه. غالي. هذه البهارات. اه. خليها ما في مكان.
خلي جالك هيك عشان تصبر هيك كويس. هذا هذا كركم. كركم هاي الجرجة جرجة ريحتها حلوة. طلع لي الصلصه من شويه ملح. ده مستخدم هذا القطع كبيره هاي صغيره الصلصه اللي كبيره هاي صغيره هذا بدون قطع هو استاذ ما في غير من الجاز ايه ما اعرف ليه انا بس ما اعرف ليه انا هاي هذه شغلة فاطمة تنقص الزي يلا نستخدمها هاي شرطة هاي اللي بيها حتى كل شيء مضبوطة يعني. هم خلوا الأغراض. وهذا مغربي. صاحب الشخص. البربر. من أكادير. البربري. شوف هنا بدا خلاص غطي جلبي هذا. الحين فاطمة بنحضر العيش حق الشخار مش خلاص. يبي اللحم هني خلاص خليني اللحم. هذا شوفينه بدا يغلي. شو نسوي اشيل هاي؟ مش خلا ما عندي غير هاي. صغيره ما عندهم مشكله. هذا قبل تشيلي. شوفوا هذا مطبخ صغير انا ما نسوي نتعود على مطابخ مطابخ وفرنسا كل شيء فيها صغير. الغرف صغار كل شيء صغير. شوفي كيف الرز حبت بنولي بسماتي. بسماتي كويس. خلي هناك بسماتي. هناك. طبعا جبتيه معاك من موجود. هذا موجود 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 موجود. موجود هني؟ طبعا. هذا شوي ولو طوال طوال ما شاء الله وخا كاين واحد الفرق شويه بين بسمتي فرنسا وبسمتي ديالكم هذا طويل كثير خلاص نحط البصل دابا كملنا الرز الرز خلاص طبخنا الرز طبخنا اللحمه طبخنا في الاول طبخنا اللحمه مع الماء وهذا قلتي اللي غادي تزيني به ايوا والحين شويه زيت اوكي عشان احشي هاي فاطمه هذا الشيء كل شيء غادي نكتبوا ليهم المقاييس للناس احنا نسال بدون ولا انا كنمرس ولكن نكتبوهم معليش هنا شحال من بصله عندك واحد ثلاثه البصلات ياك كم بصله قلت هاي كم بصله تقول شعلي كم بصل ثلاثة لا والله زيادة اثنين أربعة أوكي هاي شو تبين الحين ولعي تحت البصل يعني الحين بنحط لك حق يسرى الحاجة شفتك حطيتي ثومة بزاف كثير عشان ريحة أوكي أوكي
وكاين شويه ديال الطماطم. حبه ثوم وحده؟ لا في كثير حبيبتي، في كثير ماما. لا يعني حبه كبيره. حبه كبيره كبيره يعني فيها راس ديال الثوم كبير. كله يلا نخليو الدجاج نحط اللحم. اوكي الزخير اللحم دير فيه شويه ديال الحامض، شويه ليمون، اساس الطعام بس ما شاء الله. هذا البهارات، البهارات يلا خليك مع البهارات. هذا اشيلو خلي ممكن تحتاجو. فاطمه شويه الزعفران ديري على هذا. ايه شوي شوي ايه ديري على اللحم. ايه جيبي على اللحم. قرفة قرفة نخليو لنا اكثريه اللي كيتفرجوا اخواتنا المصريات، وهنا غيفرحوا يشوفوا الكلام كلامهم. نص المصري كمان في صديقات عراقيات كيفهموا. وهذا شنو الحاجه؟ الفلفل الاسود. الفلفل الاسود اوكي. البهارات حسب الواحد ما يحب. انت شو عندك بهارات؟ حط ريحه زوينه. تبارك الله عليك الحاج. هاتي اخلط. لا خلاص هاتي حق الرز شويه. بنسوي شيء فيه؟ لا بنحطه فوق. يلا مش كله مش كله شوي شوي. شوفي داك الرز حل الرز جا غزال ما شاء الله. شفتي؟ جا حبات حبات. شكلي بيطرى على ريت. سمحوا لينا باسكو هاد الصديقه عندي الصغيره هادي ما متعوده تطبخ، عشان هيك يعني في اخطاء في اخطاء. الحمد لله فوالا نقول لك يا ما والا شعلت فينا النار. شوفوا شوفوا الروز النص ديالو. كانت تستنى مسكينه الخدامه، ولكن دابا غادا تتعلم غصب عنها. الحمد لله الحاجه، الحمد لله صحيتي وخرجتي. كنتي غتلقاي بنتك ولات فيها 150 كيلو من الاكل تاع برا. ها الحاجه ايه. الحمد لله امك خرجت من المشفى وهي بتطبخ لك، لان كنتي تاكلي اكل برا. صح اكل برا. انا روحي ما احب اكل المطاعم. يلا
كنا بس العيش؟ لا لا كلش بيبي نغطيه. ايه خلاص كلش اللي مره واحده تقدري؟ نقدر ندعمك. خليني دوزي حجة هاكا بعد احنا بجوجنا لا درنا شيء. هانسي يلا يطيح من هنا والله ما يطيح من هنا ولا يطيح من لهيه ورا ورا وشي قدام معركة صغيرة معركة الروز معليش غنجمعوا كل شيء خلاص تحملي حارة سمحوا لينا عندي عندي النار مسكرة لا تحوشي لا تجهدي على نفسك لا ادور اللحم تحت اللحم من فوق امس موسيقى هذه الحشوة هذه الحشوة للديكور يعني زينة الزينة الزينة خلاص بنتك تتكلم فرنسية ايش الديكور لديفانس ديكور لديفانس هاتي فاطمة تحت الشيبس هاي البطاطا بس مشوي مش مقلي مشوية يا سلام ايوا سيداتي سادتي واحد 5 كيلو هي سيادة في سرقة فريت لا يلا ودي تبارك الله تبارك الله الحجة تبارك الله عليك ما شاء الله زوينة لاباس 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 كل شيء لاباس